بعد صدور مرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال في دولة الإمارات، أطلقت وزارة المالية برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات عبر عقد جلسات في مختلف إمارات الدولة. الجلسة الثانية من جلسات البرنامج نستعرضها في التقرير التالي. تبسيط الإجراءات الضريبية أحد تسهيلات قانون الضريبة على الأعمال والشركات الذي أصدرته وزارة المالية في ديسمبر الماضي، وتضمن تحديد ضريبة الشركات بنسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375 ألف درهم. ولأجل هذا جاء برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات ضماناً لاستعداد أوساط قطاع الأعمال لتطبيق القانون في يونيو من العام الحالي. القانون نفسه هناك نسبة صفر مطبقة على الأرباح اللي أقل من 375 ألف درهم، ثم بعض الإجراءات الأخرى في تبسيط تقديم الإقرارات الضريبية وأيضا كيفية الاحتفاظ بالسجلات لدى الشركات الصغيرة. أما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فالكل اليوم مطلوب منه أن يسجل بغض النظر عن نسبة الضريبة، فما في أي استثناء بالنسبة للتسجيل. البرنامج في جلسته الثانية ركز على دور ضريبة الشركات في ترسيخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، وكيف يمكن إعادة استثمارها في مسيرة التنمية الشاملة في الدولة وغيرها من الموضوعات. إيرادات الحكومة مصادرها مختلفة، هناك يعني مصادر مستدامة منها ضريبة الشركات أو ما تسمى بالضريبة المباشرة اللي تدفعها أصحاب الشركات على نسبة من الأرباح المحققة. هناك إجراءات موجودة في تقديم الإقرارات السنوية وكيفية حساب الأرباح هاي، والمساهمة المباشرة للقطاع الأعمال في الاستدامة المالية من خلال الحكومة أنها تستلم هاي المبالغ. برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات يشمل جلسات حوارية في مواقع مختلفة، حيث ستعقد في فبراير القادم جلسة في إمارة الشارقة، تليها الإمارات الأخرى للوصول لأكبر عدد من الجمهور المستهدف في أوساط قطاع الأعمال بقيادة خبراء ومختصين من وزارة المالية. الإعفاء الضريبي والمجموعات الضريبية والتسعير التحويلي أبرز موضوعات الجلسة الثانية لبرنامج التوعية العامة بضريبة الشركات الذي أطلقته وزارة المالية. لأخبار الدار ريم عيسى.